لاعب صعوبات واجهتكم في بداية الموسم فيما يتعلق باختيار اللاعبين. أيام عصيبة أنا عندي المعلومات اللي مرت عليكم كابتن حسين، لأنه بصراحة ما كانت أكو قناعة مطلقة بكل الخيارات. كلامك هذا واقعي صح هذا يعني عانينا من ضغط مو طبيعي، يعني صار علينا كلام أنا وكابتن أحمد صلاح يعني ما أريد أذكر أكو لاعبين يعني من جبناهم استقطبناهم إحنا عندنا دراية عنهم، وحتى اكو لاعب من اللاعبين اللي هو زيرو احمد زيرو صراحه قلنا نوقعه، ويعني هسه هو محترم حتى من راح احكيها ما راح يعني يظل بخاطره حتى بفكرنا نوقعه وننطيه اعاره، نوقع 4 سنوات وننطيه اعاره في سبيل يرجع لنا الموسم القادم، وهو رجع راس اللعب اساسي دخل بالفريق لعب اساسي وانسحب منتخب وطني لولا الاصابه. فمن جبنا لاعبين مثلا محمد جفال، امير صباح، انياز، زيرو، صارت عليهم اعتراضات. طبعا اعتراضات، وتدري بمواقع التواصل الاجتماعي الجمهور حقه زين يقول لك انا مثلا مو مطلع، ما اريد اقول ابعاد او طلعنا، انا مثلا استغنيت عن لاعب لان بالمنتخب الوطني، خلي تكون يعني العباره واضحه، لان بالمنتخب الوطني استغنيت مثلا عن علي فائز، عن محمد حميد، وجبت لي انياز مثلا، مع احتراماتي لكل اللاعبين. الناس تحكي، صار حكي مو طبيعي. زين جبت لي فيصل جاسم، زين يعني من تجي تقول زين شلون انت تثبت لهم؟ الحمد لله شكر الله وفقنا ودخلنا معسكرات ودخلنا زين. ليش الحديث بسوء الاختيار او بحسن الاختيار يصير على حسين عبد الواحد احمد صلاح؟ اكو لجنه لو انتم المسؤولين على اختيار اللاعبين. لا لا، احنا من جينا انا وكابتن احمد صلاح جينا قعدنا مع الاخ كابتن علي الشحماني، فنتناقش وياهم يوميا، نقعد وياهم ونلتقي. الناس يعني انطونا جميع الصلاحيات، الاخوان الاداره كلهم وضعوا الثقه بيكم 100% ثقه مطلقه انطونا، قالوا انتم تختارون واحنا علينا ننفذ، ما راح نرفض لكم اي طلب، يا لاعب اللي تجيبوه انتم تحملون مسؤوليته. والحمد لله وشكر الله وفقنا بالاختيار وباللاعبين خلقا واداء زين. قادر الشرطه ان يوصل الى النقطه 100 هذا الموسم؟ والله طموحنا يعني صراحه كان احنا قمنا نطمع، كان طموحنا هو شلون نحرز لقب الدوري بدون خساره. اي بعدين الله سبحانه وتعالى ما صار هذا اللي هو بدون خساره. هسه طموحنا شلون نوصل للنقطه 100، وان شاء الله هذا يعني مو بعيده. الوصول للنقطه 100 يحتاج ولا خساره مو ولا تعادل؟ هسه حاليا 8 مباريات لازم تفوز بيهم كلها فوز. ايه